صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جامع يصلى فيه على الجنائز، ويأتي بعض الأئمة والمؤذنون قبل صلاة الظهر بعشرة دقائق تقريبا لكي يصلون على الجنائز، فهل فعلهم صحيح أنهم يصلون عليها في وقت النهي؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: جامع يصلى فيه على الجنائز، ويأتي بعض الأئمة والمؤذنين إلى الجامع قبل صلاة الظهر بعشر دقائق لكي يصلوا على الجنائز، فهل فعلهم صحيح أنهم يصلون عليها في وقت النهي؟ وقت قيام الشمس وسط السماء لا يجوز هذا، أما إذا جاءوا قبل ذلك هذا ضحى لا بأس، يتقدموا بعشر دقائق هم جاءوا في آخر الضحى لا بأس، إنما الممنوع إذا صارت الشمس فوق الرؤوس، هذا هو الممنوع. نعم.